دليلك لتقديم نموذج 15 خه دمغة. لو أنت ممول بمصلحة الضرائب المصرية وملزم بتقديم نموذج 15 خ دمغة، وهو اختار بالضريبة المستحقة على الجهات الموردة أو المنتجة للكهرباء أو البوتاجاز، ممكن تقدم النموذج ده باتباعك لمجموعة من الخطوات البسيطة. هتدخل على موقع المصلحة وتعمل تسجيل دخول، هتدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وتضغط تسجيل دخول. بعدها هتروح أعلى يسار الصفحة وتضغط على بوابة الممول، والموقع هيحولك لصفحة المستخدم واللي هتلاقي فيها اسم الممول ورقم تسجيله وغيرها من البيانات. تضغط على اسم الممول، هتفتح صفحة الممول على الموقع وتضغط تاب إقرارات وتختار أول اختيار الإقرارات. الموقع هيحولك لصفحة التقديم ومتابعة الإقرارات واللي هتختار منها صفحة النماذج. هتفتح معاك صفحة النماذج، هننزل أسفل يسار الصفحة ونضغط إضافة نموذج. هيظهر مربع حواري لاختيار نوع النموذج. هنختار نموذج 15 خ دمغة ونختار فترة النموذج وهي شهر ونضغط موافق. هيفتح على أول صفحة وهي نموذج 15 خ دمغة. في الجزء الأول من الصفحة هتلاقي بيانات الشركة ظهرت آليا بواسطة النظام، زي اسم المأمورية واسم الممول ورقم التسجيل الضريبي وغيرها من البيانات. وبعدها هنلاقي مربع حواري هنختار منه نوع المرفق البوتاجاز أو الكهرباء. أما الجزء الثاني فهنلاقي بيانات الاستهلاك، هنقوم بملء البيانات المطلوبة. بعد إتمام إدخال البيانات نضغط على زر التحقق لتفعيل كافة المعادلات على الموقع اللي بتتغير حسب نوع المرفق اللي اخترته، وكمان هيراجع مدى صحة البيانات المدرجة، وفي حالة وجود أي خطأ هتظهر رسالة بكافة الأخطاء الموجودة، ولتصحيح الخطأ نضغط عليه والموقع هيعرفك مكان الخطأ لتصحيحه. وما تنساش تضغط حفظ مسودة لحفظ النموذج للرجوع إليه مرة أخرى لمراجعة البيانات أو تعديلها أو لاستكمال إدخال البيانات قبل التقديم. هننزل للجزء الأخير من الصفحة وهو إقرار بصحة البيانات المدرجة. هنملى البيانات المطلوبة زي الاسم والتوقيع، ولو في أي مرفقات تضغط تاب مرفقات لإرسالها للمصلحة، ثم الضغط على علامة زائد واختيار الملف. وفي النهاية لتقديم النموذج هنروح لأسفل يسار الصفحة ونضغط تقديم. بعد إرسال النموذج النظام هينشئ التزام على الممول في دفتر الأستاذ، ولازم تسدده في المواعيد القانونية وهي خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر عما تم استهلاكه خلال الشهر السابق، علشان ما تتعرضش لمقابل التأخير. وهتقوم بالسداد بموجب المطالبة بعد تقديم النموذج واللي بتصدر من النظام وتسدد بيها. وبكده نبقى قدمنا نموذج 15 خ دمغة بصورة صحيحة. مع تحيات مصلحة الضرائب المصرية.